لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا السفير حسين هريدي، هو مساعد وزير الخارجية السابق. سيد سفير، أهلا بك وكل التحية. إذن الملك حمد بن عيسى ملك البحرين في زيارة لمصر، خاصة مع قرب قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية، كيف تقرأ الرسائل؟ يعني اعتقد ان المباحثات في القمه المصريه البحرينيه اليوم هي توطئه لمزيد من المباحثات على مستوى القمه بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الاردن والعراق قبل القمه، قمه جده يوم 16 يوليو القادم، التي ستجمع دول مجلس التعاون الخليجي السته وكل من مصر والأردن والعراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومما لا شك فيه أن القمة اليوم في شرم الشيخ بين السيد الرئيس وبين فخامة ملك البحرين هي بداية لهذا التشاور، لأنه من الأهمية بمكان أن الجانب العربي في هذه القمة يكون مستعداً بالمواقف المشتركة، برؤية مشتركة للقضايا الهامة التي سيتم بحثها، وهي تشمل العلاقات الخليجية الإيرانية، بتشمل ما يسميه الأمريكيون الاندماج الإقليمي، القضية الفلسطينية، الأمن الغذائي، أسعار الطاقة، دور الدول النفطية في السيطرة على أسعار الطاقة على مستوى العالم. فمما لا شك فيه إنه المباحثات المصرية البحرينية وكذلك المباحثات المصرية مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لها أهمية كبرى، لأنه في تقديري المتواضع الجانب الأمريكي يأتي إلى هذه القمة وهو لديه ملفات ورؤى حوالين مجموعة من القضايا، ومن ضمنها الحرب في أوكرانيا، ودوت بيلقي مسؤولية كبرى على الدول العربية التي تشارك هذه القمة أن يكون لها موقف للدفاع عن المصالح وعن الحقوق العربية، بما في ذلك القضية الفلسطينية. نحن نعلم أنه برنامج زيارة الرئيس الأمريكي بتشمل زيارة لرام الله ولقاء مع السيد محمود عباس، فطبعا هذه الإدارة الأمريكية لها مواقف على مستوى التصريحات بالنسبة لحل الدولتين، طبعا بتؤيد وبتلتزم بحل الدولتين وبحق الشعب الفلسطيني في العيش في أمان ورخاء اقتصادي، لكن الموقف العربي يجب ان يكون هو نعرف ان احنا بنتطلع الى الانتقال من مرحله القول والتصريحات الى مرحله التنفيذ. وبالتالي حضرتك انا ارى ان هذه القمه المصريه البحرينيه جاءت لوقتها، ويعني حضرتك يجب ان تذهب الدول العربيه الى قمه جده في الشهر المقبل، وهي مستعده حضرتك لتبادل وجهات النظر مع الجانب الامريكي ولايصال رسائل واضحه للاداره الرئيس بايدن انه العلاقات العربيه الامريكيه يعني حضرتك هتشهد مزيد من الشفافيه، مزيد من المصارحه في ضوء التغيرات اللي بيشهدها العالم اليوم. نعم. وانه الدول العربيه في المرحله القادمه هتدافع عن مصالحها وعن حقوقها، وفي نفس الوقت انها لن تنحاز ولن تتخذ اي مواقف ضد اي قوى دوليه في اطار التنافس بين الولايات المتحده الامريكيه وهذه تحليل مهم الحقيقه، ويعني زياره مهمه ومواقف مهمة للغاية. شكرا جزيلا لك سيد سفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق.